جناح الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف معرض الجزائر الدولي يضم مؤسسات تنشط في مجالات استراتيجية على غرار الفلاحة والصناعة. فالسوق الجزائرية تملك الكثير من المؤهلات ما يفسر الحضور القوي للمستثمرين الأمريكيين في هذا المعرض. في الجزائر يوجد حوالي 100 شركة أمريكية، ولكن هنا في معرض الجزائر الدولي عندنا 36 شركة أمريكية وثلثها في مجال الزراعة. أمريكا ترى أن يوجد الكثير من الإمكانيات، إمكانيات هائلة في السوق الجزائري، لذا نرى كل هذه الوفود من المستثمرين الأمريكيين الذين أتوا إلى هنا خصيصا لهذا المعرض. تطوير الشمندر السكري في الجنوب الجزائري هو ثمرة شراكة بين مؤسسة جزائرية وأمريكية. النتائج المحصلة لهذا المنتوج جد مشجعة وفق مسؤول المؤسسة. الفلاحة ناجحة في الصحراء الجزائرية، وتجربة شركة أطلس الفلاحة هي من أنجح الشركات التي قامت بزراعة الشمندر السكري في جنوب الصحراء، وتحصلنا على نتائج جد مشرفة للجزائر. تطوير إنتاج الغازات الصناعية والطبيعية، ذلك ما تعمل عليه الشراكة بين سوناطراك وإير برودكت الأمريكية لتزويد السوق الوطنية بهذه المواد الحيوية. شركة هيليوس مختصة في إنتاج وتصدير غاز الهيليوم، وكذلك إنتاج الأزوت غازي وغازوت سائل من خلال غاز طبيعي مميز. وفي سنة 2018 سوناطراك وإير برودكت اتفق على تطوير نشاط هيليوس بالتوجه إلى عالم غازات الصناعية. إذن في حاليا عندنا مركبين في طور الإنجاز، واحد في إرزيو وواحد في حوض بركاوي ورقلة. الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي تعرف حضورا قويا للشركات الأمريكية، وهي محطة يمكن استغلالها لدراسة فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين.